سجلت مملكه البحرين ارتفاعا ملحوظا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. نعم حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 2898 حاله قائمه جديده ليصل العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 21185 حاله منها 53 حاله تتلقى العلاج في المستشفى. وسبع حالات في وحده العنايه القصوى، هذا ولم يتم تسجيل اي حاله وفاه خلال اليوم، كما اعلنت وزاره الصحه تعافي 1524 حاله اضافيه ليصل العدد الاجمالي للحالات المتعافيه الى 288323 حاله.